الو. على اثر العمليه الارهابيه اللي وقعت البارح بمتحف باردو واللي اسفرت عن سقوط 23 قتيل وجرح 52 اخرين، اعلن اليوم رئيس الحكومه الحبيب الصيدة عن جمله من الاجراءات العاجله، من بينها تامين المدن الكبرى من طرف الجيش واجراء عمليه مراقبه وتفتيش في كامل انحاء الجمهوريه، بالاضافه الى تدعيم امكانيات الامن والجيش بالمعدات اللوجستيه اللازمه. اتفقنا في المجلس على القيام باجراء عمليات مراقبة مكثفة مشددة على كامل أنحاء الجمهورية، وهذا يعذرنا شوية المواطنين لأن العملية هذه عملية هامة، لأن حاليا في مرحلة تتبع بعض الإرهابيين اللي ساهموا بصفة غير مباشرة في عملية العملية اللي صارت امبارح في متحف باردو. كما أعلن الحبيب الصين أنه سيتم استعارة عدد من المعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب من دول صديقة وشقيقة. تم الاتفاق على تدعيم قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني بالإمكانيات. تدعيم هذا مش يكون في إطار أولا تعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة ممكن منها تسليف بعض المعدات الأساسية في مقاومة الإرهاب إلى تونس في انتظار الاقتناعات اللي مش تم، خاصة بالنسبة للطائرات العمودية اللي هناك منها صفقة وقعت بالنسبة لاقتناء 8 طائرات عمودية لتسهيل مراقبة الحدود. هذا وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه سيتم فتح تحقيق وبحث معمق لمعرفة الإخلالات اللي وقعت خلال العملية الإرهابية وتحديد المسؤوليات.